عشان نفهم التفاصيل دي اكتر ونوضحها للساده المشاهدين وايه الاسباب اللي يعني تم اعتمادها، هيبقى معانا على الهاتف اللواء هشام ادري المستشار القانوني للاتحاد المصري لكره اليد ومقرر اللجنه الفنيه بالاتحاد. اهلا بيك سياده اللواء هشام. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. يمكن في قواعد وحوافز تم الاعلان عنها من قبل اتحاد اليد اكيد لها اسباب عند اللجنه الفنيه، فحابين نعرف من حضرتك ونشرحها للساده المشاهدين ونوضحها، خاصه ان في زي مثلا قاعه الهدف بهدفين، عاوزين نوضح الكلام ده للساده المشاهدين. طبعا في البدايه طبعا برحب بحضرتك وكل المستمعين. في حالك ما اذا كان هناك تقرير لبعض القواعد الاستثنائيه بتبقى من خلال لجان الاتحاد، يبقى ليها رؤيه فنيه، يبقى فيها بتحط مصلحه المنتخبات القوميه قدامنا، زي مثلا هبتدي معاك بس من الاول، من 2006 و2008 بنات ناشئات. المفروض ان 2006 و2008 بيلعبوا قواعد اللعب الدوليه، ولكن احنا حطينا في الشوط الاول اللعب يكون حاجه اسمها اللعب السريع من خلال اربع تمريرات. تمام. عشان نعلي رتم الباص. بالظبط. حضرتك بتتكلم من السرعه مهمه جدا. وبعدين دوت هيتفرض كمان قاعده ثانيه مهمه جدا لل 2006 بنات وال 2008، ان احنا بنلعب بقاعده 7 على 6 في الشوط الاول علشان اللعيبه البنات ياخدوا على هجوم 7 على 6، لان احنا باسلوب بنطلع حضرتك الحارس وبتنزل لاعب وبتحصل هجوم، اثناء الهجوم ده وانتبعت الهجوم المنظم بيتحسب الاهداف هدفين، وبيكون ده اختياري في الشوط الاول فقط لا غير. بعدين الماتشات ما بقاش فيه حاجه اسمها تعادل، احنا حاطين اللعيبه تحت ضغط لازم حد يكسب. ثلاث نقط والمهزوم صفر، وفي حاله التعادل بنطبق ضربات الترجيح اللي هي القاعده الدوليه 2 على 2 فيما يخص برميات الجزاء فقط، بحيث اللي يكسب برميات الجزاء يبقى واخد نقطتين والخاسر ياخد نقطه. تمام. كذلك احنا كمان طبقنا قاعده مهمه جدا في 2010 بنات، زائد الشوط بيلعبوا ثلاث اشواط، الشوط الاول والشوط الثاني برضه السنتره السريعه من خلال اربع باصات، وفي الشوط الاول والثاني ايضا طبقنا اللعيبه الشوله، اي تصويب من الخط الخلفي من ورا يعني عند رمي الرميه الحره من خلال 9 امتار تاخد تكف وتشوط الجون باثنين الشوله بس، ومن خلال الرميه الحره لكن من فاست بريك. لا الولاد الثلاث اشواط برضو بيلعبوا سنتره سريعه، واي لاعب في الشوط الاول والثاني شوط من خلال 9 امتار بيتحسب الهدف بهدفين. طب يمكن يعني عاوز برضو اعرف من حضرتك برضو يعني القواعد الجديده دي واللي تم اعتمادها دي، عاوزين نوضح مشاهدين بتضيف ايه للعبه؟ يعني ايه اللي هيستفادوا دلوقتي جيل سواء 2006 و8 و2010 بنات؟ ايه الاضافه اللي هتتم؟ وبالاضافه يعني كمان كقاعده عريضه لكره اليد. هقول لحضرتك طبعا احنا عندنا منتخب 2006 بنات لما اشتغلنا عليه والمسؤولين المنتخب ما لقوش فيه عندهم حد اشول كتير. تمام. الانتقاء نفسه كان كله بيعتمد على ناحيه الليفت، فابتدينا نجد ان في قله في الانتقاء للناس الشول. فقلنا نبتدي من السن الصغير عشان المدربين يهتموا بهذه الخامات، احنا محتاجين حد ناحيه الرايت. فقلنا هندي حافز ان اللاعبه اللي تشوط من بره التسعه الشوله الهدف. الحاجه الثانيه والمهمه ان احنا لازم نشتغل على قوه القفز. في المهم كان زمان دايما يقول لك طوال القامه. طوال القامه مهمين وكل حاجه، لكن برضو في لعيبه مش طوال القامه ولكن الجنب بتاعهم عالي جدا، فما فيش مشاكل ان احنا يبقى عندنا ننمي التصويب من الخط الخلفي، لان نسبه التصويب في الخط الخلفي على مستوى العالم عموما يعني وعلى مستوى كل الفرق بتاعتنا في انخفاض شويه فيها تقريبا 32% تقريبا النسبه العالميه. فاحنا لازم ندي بعض الحوافز في سبيل التطوير وفي سبيل طبعا، والكلام ده كله بيبقى من خلال يعني اجتماعات مستمره وبنناقش فيها الانديه،
يعني المؤتمر اللي بيتعمل دون بناخد اراء الانديه وبنتكلم معاهم، وفيهم كلكم مدربين افاضل وبقالهم سنين في هذا المجال فبنستفيد يعني منه. يمكن سياده الرئيس طبعا طوال القامه دول كانوا في الباسكت بس، فدلوقتي طبعا بدا اتحاد اليد والفولي بقى لا يخلو من طوال القامه والبحث عن طوال القامه. خليه برضو اسال حضرتك عن بيبقى في اختبارات بتتم وبتتعمل يعني قبل بدايه كل موسم للاعبين لتحديد المستوى، يا ترى ايه الهدف منها؟ طب انا هستاذن حضرتك في حاجه، موضوع الاختبارات دون احنا اي فرقه بتيجي تلعب هاندبول بقالنا فتره بنعمل اختبارات مستويات للفرق الصغيره، الهدف منها انك انت بتنمي المهارات الاساسيه بتتابعها اللي موجوده في الانديه اللي شغالين على المدربين، المدرب اللي هو عنده يعني قصور شويه او مش واخد باله شويه، فانت بعد ما بتعمل الاختبار ده بتبعت للنادي تقول له والله ان الفرقه دي المستوى فيها كذا فخلي بالك، او تقول للنادي فالنادي بينسق مع رئيس الجهاز نوع من الكنترول شويه، لانك انت محتاج يبقى عندك الخامات اللي طالعه يعني عندها المهارات الاساسيه تمرير والاستلام والدريبل والشوط وكده، نبقى مطمنين هم بياخدوا المهارات الاساسيه بتاعه اللعبه فبالتالي يوصل لمرحله كويسه. طب دلوقتي لو لاعب نجح في اختبار لمده عامين او اكتر وجه في موسم الاختبارات وسقط في الموسم ده وفي الاعاده اخر موسم بقى الاختبارات بتاعه سقط تاني، هيكون ايه التصرف معاه وازاي؟ عاوزين نوضح بقى لاسره كره اليد اللي بيشوفونا دلوقتي. طبعا انا هسال حضرتك حاجه، اولا اختباراتنا بتمر بالمستوى البرونزي، المستوى الفضي، المستوى الذهبي. المستوى البرونزي ده نوع من انواع الاختبارات بيبقى فيها درجه صعوبه اقل شويه في المراحل الصغيره لغايه لما بياخد المستوى الفضي درجه صعوبه اكتر، ثم الذهبي درجه صعوبه عاليه شويه من خلال لجان بتلف كل المحافظات مع كل الانديه علشان نطبق الكلام ده. لو واحد النهارده نجح في الفضل وبالذهبي وعنده 12 سنه يعني وسقط تمام يعمل افاده، طب وصل 13 سنه ما اعتقدش النادي اصلا هيخليه لو هو سقط الذهبي يعني هيبقى مستواه مش كويس تمام يعني مفيش تقدم. لكن النهارده لو واحد جه مواليد 2013 4 6 كبير مثلا عنده يعني معدي المرحله دي كلها 15 سنه وبعدين تالنت ابتدى من سن كبير وارد جدا انه يخش ويلعب ويطلع له كارنيه مفيش مشكله، لكن احنا بنتكلم من النشء الصغير ده لازم في ان احنا نراعيه ونخلي بالنا اثناء الاختبارات بتاعته وتطوره اثناء المراحل التدريبيه ان شاء الله. ست اللواء هشام ادري مستشار فني لاتحاد كره اليد ومقرر اللجنه الفنيه، شكرا جزيلا لحضرتك على تواجدك معانا وكل الشكر والتقدير.